كن فضوليا، لكن لماذا وكيف؟ لماذا نثير الفضول ونطرح الأسئلة؟ هل قضايا مجتمعنا أصبحت واضحة ومطروحة للنقاش، أم أن واجبنا إثارة الأسئلة وإعمال العقول وإثارة الفضول؟ أليست الإجابات والحلول مقترنة بطرح الأسئلة أولا؟ كيف أجد جوابا لسؤال لم أطرحه ولم أفكر به مسبقا مع أنني بحاجة لذلك؟ لماذا نكون فضوليين أيها الكرام؟ لأن المعرفة تبدأ من الاستفهام، ولأن الحل يبدأ من الأسئلة، ولأن العلاج يبدأ من تحديد موضع الألم بعد السؤال عنه. نكون فضوليين لأننا جميعا نجتمع على حب الله ودينه ووطننا، لأننا جميعا نريد لهذا المجتمع الصلاح، ونحب الخير، ونريد زرعه، ونريد اقتلاع شوكنا بأيدينا. لأجل ذلك كله كان برنامجكم كن فضوليا. أهلا بكم في هذه الحلقة التي نعود وإياكم ومعكم لنجزئ ونفصل في خطر السوشيال ميديا على المجتمع، وقد خصصنا هذه الحلقة للحديث حول خطر السوشيال ميديا على الأطفال دون السن العاشرة. أعزائي الكرام، لماذا اخترنا هذا الموضوع ولماذا نريد أن نتحدث معه؟ نعم، الخطر مضاعف على هذه الشريحة من الأبناء. عمر ما قبل 10 سنوات هو العمر الذي تزرع فيه القيم والأخلاق والأفكار، والمفروض دائما أن يجتهد المربون الآباء والأمهات لزرع القيم الخيرة. لكن ماذا يحدث؟ للأسف هو العكس أعزائي الكرام. يتم إلقاء الأبناء والبنات على الأجهزة منذ الطفولة المبكرة، والمبكرة جدا للأسف. هو بين يديك وتجهله، فإلى ما بجهلك تقتله، تغفي عينيك وتغفله، هو أمل النصر ومعقله، هو جيل ربي أودعه بيمينك. يوضع الرضع للأسف أمام الشاشات لمشاهدة وسماع كل ما هو تافه بغيض مزعج، لبرمجة عقولهم على ما هو سلبي. وحجة الآباء والأمهات جاهزة، الحجاج مليانة، أن الأبناء نكدون مزعجون ويملون بسرعة وبحاجة للتسلية، وما الذي يسليهم غير هذه الأجهزة؟ بل ضف على ذلك أزمة كورونا التي أطالت مدة بقائهم الأطفال في بيوتهم، فهم بحاجة لشغل أوقاتهم، والتعلم أصبح إلكترونيا، واقتناء الأجهزة أصبح للأطفال إلزاميا. كلها حجج فضفاضة وواهية. التربية أيها الكرام ليست سهلة أعزائي، ونعلم ذلك. التربية شاقة، باتت معقدة في هذا الزمان. ولكن هل البديل أن يتابع الطفل عمره 5 سنوات راقصات التيك توك؟ هل البديل أن تتابع طفل 10 سنوات فتيات شاذات ملحدات عبر اليوتيوب والتيك توك؟ هل أترك طفلا بريئا بعمر 9 سنوات يتابع عن حرية الاختيار الجنسي وتغيير الهوية الجنسية؟ هل من المنطق أن لا أراجع سجلات مشاهدة أبنائي وبناتي على هذه الأجهزة؟ الدراسات تتحدث أمر خطير. الدراسات أيها الكرام تتحدث عن ظهور جيل ملحد كافر بالله وبالأديان والعياذ بالله. كل هذا نتيجة حتمية لما يتابعه هذا الطفل، لما يسمع ويشاهد، لما يفرض عليه متابعته. هذه الحلقة مخصصة للحديث في هذه القضايا بعمق. نسمع آراءكم، تعليقاتكم، وماذا نفعل مع هذا الجيل؟ كيف نصنع أبناء واعين؟ وخصوصا إن كنت تعلم أنه من عمر 1 لـ7 سنوات تبنى شخصية الأبناء. هدفها بالله تسلمها. أيها الكرام، تبنى الشخصيات في هذه الفترة العمرية الخطيرة، فترة من أعظم وأخطر الفترات، ما دون 10 سنوات، من 1 لـ7 سنوات تبنى الشخصية، وحد 10 سنوات تبنى القيم عند الأطفال. هذه الحلقة ناقشها معكم، أثير فضولكم، أسألكم ماذا نفعل مع الآباء الذين والأمهات يتركوا أبنائهم على هذه الأجهزة ثم أصبح الأمر حتميا؟ كيف نراقب؟ كيف نتابع؟ كيف نعزز القيم؟ أستقبل كما العادة اتصالاتكم على 0923 1110 وعلى جوال 0599 15 10 10، كما
أقرأ تعليقاتكم على صفحة البث المباشر الخاصة بإذاعة القرآن الكريم على صفحة الفيسبوك، وأتمنى منكم أن تجعلوا لها مشاركة لتصل لأكبر عدد ممكن من الناس. هذه الحلقة أتابعها معكم، ولكن لنستمع وإياكم لهذا التقرير الذي أعده الدكتور محمد الملاح، ثم أعود إليكم. مؤخرا أصبح إدمان الشاشات موضوع يشغل العالم لما له من آثار سيئة على كثير من النواحي. اليوم عدد الشاشات التي يتعرض لها الطفل بات أكثر من أي وقت مضى، فهي جزء من الهواتف الذكية والكمبيوتر العادي واللوحي، بالإضافة لألعاب الفيديو والتلفاز. معدل ما يقضيه الطفل على الشاشات في الدول العربية هو 7 ساعات يوميا مقارنة ب3 ساعات يوميا في عام 1995. الأطفال اليوم لديهم اهتمام أقل بالألعاب الحركية بالمقارنة بألعاب الشاشات الذكية. هل تعلم أن نسبة السمنة لدى الأطفال تضاعفت أكثر من 4 مرات في آخر 30 سنة؟ ترتبط زيادة السمنة ارتباطاً مباشراً مع زيادة عدد ساعات مشاهدة الشاشات بأنواعها، وقد أظهرت دراسة قامت بها جامعة أبردين الأسكتلندية أن كل ساعة من التعرض للشاشات يومياً تؤدي إلى زيادة 1 كيلوغرام من الدهون الصافية في السنة لدى الأطفال. وللشاشات أثر مباشر على الدماغ والعقل. الأطفال المعرضون للشاشات بكثرة يعانون المزاجية والاندفاعية وفقدان التركيز بما يسمى متلازمة الشاشات الإلكترونية Electronic Screen Syndrome ESS، والتي أصبحت من أكثر المواضيع اهتماما بأوروبا والولايات المتحدة. تشكل الشاشات مصدر خطر كبير على تشكيل أدمغة الأطفال، خاصة لأنها في طور النمو والتطور. التعرض الكثيف للشاشات يؤدي لصعوبة في التعلم وبالتالي نتائج سيئة في المدرسة، وذلك لقلة التركيز، كما أنه يعرضهم لخطر العزلة والشعور بالوحدة ويجعلهم غير ناضجين اجتماعيا. العديد من ألعاب الفيديو هذه الأيام أصبحت عنيفة، مما يجعل الأطفال عدوانيين وأكثر عرضة للقتال مع أقرانهم والمجادلة مع معلميهم، وأيضا مزاجيين ولا يمتلكون روحا رياضية عالية التأثير على الصحة النفسية. أثبتت الدراسات أن الأطفال الذين يقضون العديد من الساعات يوميا أمام الشاشات هم أكثر عرضة للقلق والاضطرابات العاطفية والصعوبات النفسية واضطرابات في النوم مقارنة بالأطفال الذين يقضون أقل من ساعتين. نصائح: 1. الحد من مشاهدة التلفاز إلى عطلة نهاية الأسبوع والعطلات للحصول على المزيد من الوقت لأمور أخرى مثل الدراسة والقراءة والرياضة خلال أيام الأسبوع. 2. تجنب البرامج ذات التغير السريع بالألوان والأصوات، وبخاصة الأطفال ممن هم أقل من عمر 3 سنوات. 3. يجب التحقق من استعراضات البرامج المختلفة لتحديد البرامج والوقت المناسب لمشاهدة الأطفال للتلفاز، والإكثار من مشاهدة التلفاز معهم ومناقشتهم حول البرامج وتبادلهم القيم والمعتقدات. 4. يجب اقتراح بدائل ممتعة لمشاهدة التلفاز مثل اللعب بالألعاب الملموسة المحفزة للتفكير والدماغ مثل ألعاب التركيب والمكعبات والميكانيكا، قراءة كتاب أو قصة، والعمل على الحرف اليدوية والهوايات، وممارسة الألعاب الرياضية. حياكم الله من جديد في برنامجكم كن فضوليا، أتحدث وإياكم عن خطر السوشيال ميديا الإنترنت على الأطفال ما دون العاشرة. ماذا نفعل مع أبنائنا وما هي البدائل المقترحة لهم؟ كيف نتعامل مع هذه القضية الخطيرة التربوية الحساسة التي فيها أمر أخطر من ذلك؟ أيها الكرام، نحن نتحدث عن أمر خطير جدا. من خلال مراقبتنا ومتابعتنا مع كثير جدا من التربويين في أصحاب الاختصاص، نحن نتحدث لكم، وقد يكون المعلومة صادمة لأغلبكم، أن ما يقدم من محتوى الأطفال لما دون سن العاشرة عبر السوشيال ميديا هو يجعل الطفل جاهزا ليصبح ملحدا. يعني أنت بكرة بتتفاجأ أنه ابنك أصبح في دائرة الإلحاد. الأمر خطير وليس الأمر سهلا. كان زمان يا إخواننا مخاوفنا أقل شوي على أولادنا، اليوم زادت المخاوف بحسب طبيعة هذا التطور التكنولوجي الرقمي السريع. ماذا أعددنا أنفسنا وماذا أعددنا لأبنائنا لنحميهم من هذا الخطر؟ أروح كما أستقبل اتصالاتكم كما العادة، تليفون 0923-3111، جوال 0599-15-1010، وأقرأ تعليقاتكم على صفحة البث المباشر للفيسبوك الخاصة بإذاعة القرآن الكريم، وأتمنى أن تشيروا هذه الحلقة لتصل لأكبر عدد ممكن، لعلنا وإياكم نساهم في حماية أبنائنا ومجتمعنا وتطوير مهارات يعني الآباء والأمهات، ونسمع منكم القصص
والتوجيهات والاقتراحات والتجارب، ولو كانت مؤلمة لعل الألم ينبهنا ألا نقع في هذا الخطر. أخونا أبو إبراهيم الفقوع، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، الله يبارك فيك دكتورنا، حياك الله الله يبارك، وظلك بخير وصحة وعافية جميعا إن شاء الله، كل أهلنا على اختيارك مواضيع بتلامس الواقع يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا طبعا حضرت محاضرة للدكتور خير الشعار. جميل. وبقول إنه العمر عبارة عن إحنا نقول عمر الشاب سنن مراحل، وأخطر مرحلة طبعا قسم المراحل لكل كل مرحلة 3 سنوات، أخطر مرحلة اللي هي المرحلتين الأول 2 ضرب 3، يعني بدنا نقول 6 سنين الأول هي التي ترسم الشخصية. نعم. وفي هذا ماذا قال أهل العلم؟ العلم في الصغر كالنقش على الحجر. صح. وأنت إذا ما زرعت شجرة ومالت تستطيع في البداية تصحيح خطأها. لكن بعد ما تكبر اشتدت وقست تكثر. نعم 100%. إذن بدي أقول كلمة بسيطة ألا وهي أعداء الدين قاموا بحملة سموها الصد، وفي اللغة العربية أحيانا الحروف قريبة من بعضها، الصد قريبة من السد، كلمة السد اللي بتعمل سد بمنع الماء خلفه، وكذلك هم أرادوا عملية الصد عن الدين وغرس أمور أخرى تلهي الناس، ومنها اللي هي الحضارة اللي هي السوشيال ميديا اللي ما تفضلت فيها. لأسف. أنا بدي أختصر. فضل. كما هم يضخون يجب علينا أن نضخ. جميل. هم بضخوا وإحنا يجب علينا أن نضخ، يجب علينا أن يكون هناك شباب واعي وناس دعاء مخلصين اللي يضخوا شيء يكون فيه الخير للشر. وأنا بدي أقول كلمة صغيرة. فضل. التدرج للطفرة، والإحسان قبل البيان، والقدوة قبل الدعوة. هاي من أفكار الدكتور محمد راس النافذة عجبتني. ونفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. أطول قسم في القرآن الكريم قد أفلح من زكاها. والكلمة اللي استعرضتوها الآن، الأطفال أصبحوا في عزلة وعدوانيين ومضطربين. وأنا بدي أقول برضو ديننا ما ترك شاردي ولا واردي، علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. إذا إحنا برضو في عنا بدائل. صحيح. بارك الله فيك. شكرا. وجزاك شكرا الله في إبراهيم. الله يجزيك الخير. لازلت أستقبل اتصالاتكم على 0923 13 10، جوال 0599 15 10 10، وكمان تعليقاتكم على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة القرآن الكريم. وسؤالي لكم، ماذا نفعل وماذا نقدم بديلا لأبنائنا؟ ما المطلوب من الأهالي؟ هل نترك أطفالنا على السوشيال ميديا؟ نترك الولد على جهاز ذكي عمر الولد 5 سنين 4 سنين 3 سنين 2 سنين ترمي الأم على هذا هل بتأثر الولد؟ هل بتدخل هاي المعلومات؟ هل ممكن تتأثر تأثر بحضر على التيك توك؟ كله كلام شذوذ في الأغلب والحاد. ماذا يحدث مع أبنائنا؟ ومن المسؤول؟ وماذا نفعل لهم؟ أخوي أبو واصف، سلام عليكم. سلام عليكم. حياك الله أبو واصف. الحمد لله على صوتك النابع من عند رب العالمين. الله يحمل إياك. هذا فضل الله علينا جميعا. إن شاء الله. الله يخلي إياك أبو واصف. بدي أحكي كلمة واحدة منشان تلهي الطفل زي ما تفضل. تفضل. مشان تشرب الأرجيلة بتناول البليفون للولد. للأسف. مش عارفة إنه هذا إبليس والدجال في كل دار. صحيح. هذا إبليس والدجال في كل دار. تلاقي الإمايات والإبايات حاملينه. كيف الطفل بدوش ياخذ من هدول؟ اه بتلهي فيه بتقول له بحوشتك وبجيب لك أحسن. بدال ما تقول له أبا إما والصلاة على النبي. اللهم صل وسلم. زي ما بقى يقولوا الاختياريات. صح. يعلموهم آيات الله قبل ما يصيروا يفهموا. صحيح. أشهد. اليوم ما فيش هذا الجيل، جيل فاشل. آه. لا وبعطيها وفي أولاد معهم جوالات أحسن من جوالات إمهم وأبوهم، تخيل. إيه. يا سيدي. بضل يقول إمه أبا قبل ما يخرج من إمه. آه هلا. آه. بتقول له خلص اتوكل على الله. هيا جاهز بس اخرج. للأسف لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يسعد لي إياك يا أبو واصف، شكرا. الله يجبر خاطرك ويستر أمرك. دعي لي أبو واصف. الله يوفقك بالحق المبين جميعا. الله يخليك. آمين إياك. آمين يا رب العالمين. الله يجزيك الخير وبارك في عمرك، بدك في الصحة والعافية إن شاء الله. شكرا أخوي أبو واصف من نابلس، الله يكرمك. ولا زلت أستقبل اتصالاتكم على 0923 13 10 10، جوال 0599 15 10 10. ماذا نفعل مع أبنائنا؟ هاي الأجهزة، السوشيال ميديا، المحتوى المقدم لأطفالنا ما دون السن العاشرة يدمر. ما البدائل وما الحلول التي يمكن أن تقترحوها وتقدموها للأبناء؟ وما الخطر الذي يداهم أسرنا مجتمعاتنا في تضييع واختطاف عقول الأبناء وقيمهم؟ الأستاذة زينب السلفيتي، السلام عليكم. عليكم السلام، يعطيكم العافية أستاذ محمد. الله يكرمك. الله يبارك فيكم. الله يحفظك إن شاء الله. وفي إذاعتكم الكريمة وفي مستمعينك. هلأ أنا بدي أقول بالنسبة للأطفال، الأطفال هم
هم الثروة البشرية. حسنت. هم اللي ممكن يقلبوا معادلة الدول كاملة. جميل. وإنهم ينهضوا بأممهم. يعني الأم اللي التي قد يخرج من رحمها أبطال مثل صلاح الدين ومثل خالد بن الوليد اللي بيقدر يقلبوا المعادلة بالنسبة لشعوب تحت الاحتلال مثل فلسطين. هلا هدول الأطفال مستهدفين بكل أنواع الاستهداف هم وأسرهم. هلا أنا بدي أقول إنه هاي المواقع اللي بتكون عالمية هاي بتكون ممولة من أجهزة عالمية. أيوة. يعني هذا البرامج اللي بتطلع للإباحية والشذوذ والانحلال والإلحاد هذه ما بتطلع صدفة. طبعاً. هذه عبارة عن عمل ممنهج منظم من سنوات عديدة خلف مليارات تضخ بليارات مليارات الدولارات تضخ. نعم. وأكثر من ذلك. يعني هم برضو نوع من السيادة العالمية. هلا هون التوجه العالمي إلى فرض الشذوذ الجنسي كحقوق إنسان، فرض الإلحاد حقه في اختيار الدين كحقوق إنسان اللي هو من حقه يلحد. هذا هو مش الحق بدك تختار دين سماوي أو دين الإسلام أو المسيحي، لا، حقه إنه يلحد. هلا هون اللي بيسموها كمان أيضا الشذوذ الإجهاض، هاي ضمن حقوق الإنسان، وأيضا المخدرات اللي هي القنب الهندي وغيرها، هاي من ضمن برضو منظومة حقوق الإنسان العالمية إنه هدول إيش حقوق إنسان. هلا أنا اللي بدي أقوله الأطفال هدول عقلياتهم تتشكل مثل ما قال الزميل الأخ الفاضل قبل، اللي هي في أول 6 سنوات تصنع قائد. أنت لما الطفل بتربى أول 6 سنين قائد. هلا أنا اللي بدي أقوله إن هدول الأطفال لما بيتم إعطائهم الجوالات هون أنت بتكون تخفيض نسبة الذكاء لديهم. يعني أنت كأنك بتعطيه جرعة مخدرات. صحيح. أحد العلماء اللي ذكر ذلك إنك كأنك بتعطيه مخدر أو مسكر أو كذا. طب أنت ليش هذا الطفل فيه طاقة حابب يلعب ليش ما يتم لعبهم في ملاعب في مدارس في نوادي بحيث إنه تخرج هاي الطاقات الموجودة لديهم. هلا أنا بدي أقول أضافة لذلك إنه السوشيال ميديا فيها مواقع إباحية، هاي المواقع الإباحية غير محجوبة. لسف. يعني كان في البرلمان الأردني قدم عدد نواب لحزب المواقع الإباحية وحظرها. طب يا عمي هاي المواقع الأصل أن يتم حظرها، يعني مش أي واحد بيفتح سواء بده يفتح أو ما بده يفتح على طول بيفتح له الموقع الإباحي، وممكن أول مرة يكون صدفة لكن مرة تانية ممكن يكون الشخص هو فتحه. ممنهج صح؟ ممنهج. هلا أنا اللي بدي أقوله اللي كمان نقطة تانية إنه أنا الله يجزيك الخير هذا كله بيتم تحت غطاء عالمي. صح. اسمه الاتفاقيات الدولية، من ضمنها اتفاقية حقوق الطفل. نعم. من ضمنها اتفاقية سيداو، من ضمنها منهاج بكين، من ضمنها حقوق الإنسان. يعني أنت لو تدرس الأمم المتحدة شو حقوقها، حقوق الشواذ حقوق أساسية. لسف. تكلمت عن مصطلح الله يجزيكم الخير الهوية الجنسية ومصطلح الهوية الجندرية ومصطلح إنه تغيير النوع. هلا هم الآن حصل يا أخي، أنا حاب أضع الناس بصورة الوضع إنه تم الموافقة بس سريعا على تغيير. بعد إذنك عشان هذا الكلام اللي حاحكيه مهم جدا. فضل. تم تغيير مناهج الدراسية التعليمية للشعب الفلسطيني بناء على قرار مجلس وزراء حسب الاتفاقيات الدولية. يعني بده يفوت المدرس يقول لهم للطلاب انت بتحدد نوعك، يعني مش بس الإعلام وحتى التعليم، هون التعليم كارثي. انت بتحدد نوعك، انت ولد لا بنت، يعني ممكن يصير في متحولين جنسيا، في ثنائيي الجنس. لسف. بمارس مع مرأة وب... مع... 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 مع نفس نوعه مع... مع... مع المرأة، مع مثلا مع مع الذكر ومع الأنثى. هلا هذا الكلام اللي حيكون للأطفال وهو محمي أيضا. نعم. حيكون محمي باتفاقية حقوق الطفل اللي بتحكي هدول تحت ال 18 بقدرش قاضيهم بقدرش حاكمهم، لا زنا ولا شذوذ ولا إلحاد ولا غيره. فأنا بقولها إنه لازم الشعب الفلسطيني عليه مسؤولية إنه يقوم وينهض ويوقف ويقول أنا رافض اتفاقية سيداو، أنا رافض اتفاقية حقوق الطفل، أنا لأنها فيها حقوق الشواذ و و و كل هيتها مرفوضة. يوقف ولأنها تتعارض مع أصل ديننا وقيمنا، هذه تتعارض مع الفطرة السليمة للبشر. يعني أنا ما بتكلم إنه بس المسلمين بيرفضوا سيداو، الكنيسة الكاثوليكية الله يجزيهم الخير والأرثوذكسية رفضوها أيضا. فأنا اللي بقول هذول أطفال أمانة أمام الله إن إحنا مسؤولين عنهم. يعني الكنيسة الكاثوليكية مواقفها جدا ضد هاي الاتفاقيات والأرثوذكسية أيضا والدين الإسلامي بيرفضها. فهون يا أخي الإلحاد ما بدهم دين. صح. ما بدهم لا دين ولا غيره، هو نشر الشذوذ نشر الإلحاد نشر. هلأ أنا نقطة أنه بدي يفوت على المدرسة المدرس يقولهم النوع الاجتماعي الجندر هيك بسموه، الهوية الجنسية الهوية الجندرية، أنت بتقدر تغير نوعك وتغير نوعك، أنت ممكن تكوني وحدة وبدك تصير زلمة، هذا هو اللي بيقولوا أنت تحدد نوعك. ولي دراسات متخصصة على مكتب السلفية للمحاماة. هل أنا اللي بدي أقوله إن شكرا. إحنا في خطر داهمي. أخي أخي محمد آخر كلمة. فضل. أنا بطلب إنه يكون في مواقع متخصصة. نعم. للأطفال. جميل. بحيث إنه تكون ساعات المشاهدة قليلة لكن. جميل. تكون برامج. أنا بوعد الناس إن شاء الله الحلقة القادمة إن شاء الله
حتكون حلقة متخصصة في تقديم البدائل، يعني يعني انسجاما مع مراحتك الجميلة. أمام الله، الله إنكم يا جماعة أولادكم مهددين وهاي المناهج يتم مسخها، اوقفوا قولوا كلمتكم. يعني أي مجلس تشريعي بده يكون بده تعرض عليه سيداو، يا بقول ببصم عليها وبوقفق عليها، يا بده يقول كلمة الشعب الفلسطيني بيرفضها. بارك الله فيك. شكرا سيد زينب. أنا إن شاء الله الحلقة القادمة رح أخصص، أنا مركز كثير في هذا الموضوع، بس استقبل اتصالاتكم، لازلت على كافة الأرقام. أروح لأخوي محمد من القدس. أنا بعتذر طولت عليك محمد، سلام عليكم. لا مش مشكلة، سلام عليكم. الله يكرمك ويبارك في عمرك. أول شيء الله يعطيكم ألف عافية طبعا هذا البرنامج. يخلي لي إياك ويخلي لنا كل أهلنا في القدس وفلسطين. الله يخليك يا رب. بس تفضل. بصراحة أنا لي رأي آخر عن جميع اللي حكوا عنك. يلا هات أشوف. تفضل. الله يخليك. يعني أنا برأي، يعني أنا برضو شخص عندي أطفال 3 سنين وسنتين وأربع سنين. جميل. يعني أنا من اللي معطيهم تلفونات، وزي ما قلت تلفوناتهم أحسن من تلفوني كمان. ولكن طيب أنا ما دشرتهم بدون رقابة. أيوة. يعني أنا الأخت سمعت عن جد يعني كل علي. الاحترام لها يعني، ولكن صارت قضية مشتفى، القضية الدولة هاي صارت حكت المرة. لا يعني أنا أولادي لسه ما دخلوا روضة. نعم. ولكن المحلات يعني لما يدخل على اليوتيوب بتابع وين بدخل شو بيحضر شو بيسوي. أيوة. بالعكس صار مفيد له، صار تعليمي. يعني بنتي الحمد لله رب العالمين ما دخلت روضة، بتعد بالعرب وبالانجليزي ل 20. اذا احنا متفقين اخوي محمد انه احنا مش خلافنا على الجهاز بقدر خلافنا على ما يحتوي هذا الجهاز. بالضبط. الجهاز هذا مفيد جدا، يعني حتى انه وزاره التربيه والتعليم بسبب الوضع اللي احنا فيه استعانوا فيه عشان ايش التعليم يكمل. فانه انا بقول للاطفال ممكن ياخذوا يستعملوا، ولكن اللي مش قادر يتابع ورا اولاده. أحسنت. وينتهي وين بدخله وين بروحه، هذا فعلا ما بيحتاج انه يعطيه تلفون. أحسنت. ولكن اللي بتابع وراء أولاده الحمد لله رب العالمين وين بدخله وين بروحه أي مواقع بدخله فعلا تعليمي فعلا مش تعليمي تستفيدوا منه. يعني قلت لك أطفال صغار الحمد لله بلشوا يتعلموا أشياء أساسية وهم لسه مش داخلين الروضة، استفادوا منه. أنا بالنسبة لي أطفال استفادوا من التلفون. الله يرضى عليك. ويعني ما بعدهم طبعا 10 ساعات اليوم، بعد 3 ساعات ساعتين وثلاثة، ما بقول لك 10 دقائق، لا بعد ساعتين وثلاثة وفعلا بيستفيدوا. يعني لانه يعني ماخذينه بجانب تعليمي وانت بتراقب. بالانجليزي بنتي بالعربي او بالانجليزي بتحكي معي اشياء ما تعلمتها. نعم. اشياء بعلموها بالروضه تعلمتها. احسنت. طبعا الحمد لله استفدت وبنفس الوقت بنستفاد من الجهاز. شكرا اخوي محمد القدس على ملاحظتك، وهي ملاحظه جدا مهمه انه في النهايه انت لو تعطي، احنا مش خلافنا على اعطاء الاجهزه بقدر على الرقابه وما تتابع ابنك. لازلت استقبل اتصالاتكم على 09 شوية رقابة وإن شاء الله الأطفال بيستفيدوا من هذا الشيء. الله يعطيكم ألف عافية. الله يحماك. الله يحماك يا رب ويحفظك إن شاء الله ويحفظ كل أهلنا إن شاء الله في هذه الجائحة. ويا جماعة الخير ديروا بحالكم على حالكم، ديروا بالكم على حالكم، التزموا تباعدوا، أرجوكم تباعدوا الأمور ليست سهلة. الله يحفظكم. لازلت أستقبل اتصالاتكم على 0923 3110، على جوال 0599 15 10 10. حديثي وإياكم مراقبتنا على الأبناء وما تحتوي هذه الأجهزة خصوصا السوشيال ميديا، ترك الأبناء على الأجهزة دون رقابة، الخطر المداهم وما هي الحلول التي تقترحوها. أخوي أبو أنس من الناصر، السلام عليكم. أبو أنس السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله. الله يحفظك ويبارك في عمرك. يعني عندنا في غيث إن شاء الله صيبا نافعا إن شاء الله. يا الله. سقيا رحمة لا سقيا علم إن شاء الله، وبيبعد عنها الجائحة. يعني هذا الموضوع يضم إلى مجموعة المواضيع المهمة، وكان موضوع مشابه له في الطرح، لكن الاختلاف بهذا الجيل دكتور يعني. أعداء الإسلام أدركوا. أنا بضيف على ما ذكروا إخوانه الأخ السابق هاي الملاحظة اللي أنت أثنيت عليها، جيل يعني انتقال من الطفولة، هنا بسموه جيل المراهقة، لكن هي انتقال من الطفولة إلى مرحلة الشباب والرجولة، مرحلة خطيرة جدا جدا، عشان هيك ركز أعداء الإسلام عليها. لو بنبحث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما الأمر بالصلاة ابن 7 وابن 10 كيف التعامل معه، وكيف التعامل معه ابن 7 ابن 14 ابن 21، فذكر اللي من 7 ل 14 مرحلة مهمة خطيرة. أعداء الإسلام ربنا بقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ما بكل ولا ملء. الهدف من هذا التركيز على أبنائنا إنه يبعدون عن طريق الدين والإيمان. كيف العلاج دكتور؟ نعم. أنت دائما بتقول كيف العلاج، أنا بقول المراقبة بحذر،
النصيحة بحذر، وبرضو يكون الأب والأم قدوة. يعني إذا كان إذا الأب والأم قاعدين طول النهار أو طول الليل على هاي الأجهزة وأبناؤنا يتأثرون بواقع الحال أكثر من واقع المقال، هذا الجيل دكتور بده شوية صبر، كتير مش شوي كتير صبر، أدبوا أولادكم لزمانهم، وبده كمان مهارات عالية كمان عند الآباء كمان، مش بس يصبروا على هبل. صحيح يا دكتور، عشان هيك إحنا إن شاء الله إن شاء الله طرحك هذا الموضوع هي يعني إضاءة شمعة وسط هذا اللي قاعد يصير، والمستقبل إن شاء الله خير بإذن الله. شكرا. سبحانه وتعالى. مرات إحنا بنقول كلمة دكتور فضل. أصله برده مرات بيجنح الولد شوي، هم بسموها التربويين صفاء والابتداء، برد برجع يعني. صحيح صحيح دكتور، أما ما معنى إهمال الأمر حتى يستشري في قلوب ونفوس أبنائنا؟ عشان هيك الأمر يعني بحذر شديد إن كانت نصيحة، وضرورة القدوة، أنت بتركز كثير دكتور القدوة. نعم نعم في البيت صحيح. مهم جدا، بزبطش يعني أقول له أنا يعني تلعبش بهالأجهزة والأب والأم طالعين نازلين يلعبوا، كيف بده يعني يرد الولد أو يتربى الولد؟ فأنا بقول إن شاء الله كلنا إلنا دور، ورحلة الألف ميل دائما بنقول بتبدأ بخطوة واحدة، وإن شاء الله الله بوفقك وبارك لك بهذا البرنامج الله يتقبل المهم منها. جدا الله يتقبل منا جميعا. الأخت منى قعدان من نابل، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية. الله يكرمك وبارك في عمرك. والله أنا بصراحة أنا مش أم، تفضلي، ولكن الحمد لله رب العالمين كل الأطفال أولادنا يعني بنزعج كثير من إميات متعلمات. نعم متعلمات يعني مخلصين جامعات. نعم. وبيعطوا لأطفالهم مش بس اللي عمره سنتين، اللي عمره سنة. سنة. خد ماما تطلع على التليفون. فأنا وجدت نسبة كبيرة من الطبقات، حتى مش الغنية، الطبقات الوسطى والفقيرة، يمتلكوا جوالات لأطفالهم بالتدمير أكثر من الطبقات الغنية. ممكن بحاجة للدواء، للدواء أكثر من حاجة. أيوة. يعني أنا بطلب مش توجيه الأطفال، توجيه الإمايات بالأساس والجدات، لأنها الجدة إذا ربت بنتها بتخرب الجدات في بعض منهم. الجدة إذا ربت بنتها نشأة فهمانة إسلامية متعلمة، تنشئ البنت أطفالها زي ما ربتها إمها، يعني اللي هي الأم والأم ثم الطفل. أحسنت. أنا بحزن لما بشوف طفل حاني رقبته ساعات متعددة، ساعة ساعتين، وبكون عم بتطلع على هاي الببجي ولبسة شي اللي بيلعبوها ما بعرفهاش كمان كتير يعني. نعم. فأنا يعني بتمنى يكون في توجيه للإمايات وللأبايات، هدول هن اللي مشكلة البلد مش الأطفال. وكمان زي ما قالت الأخت زينب، لازم يكون في رقابة على يعني كيف احنا بنقول، احنا عمالنا بنبث عنا في يعني تكنولوجيا وتقديم وحضاره ونت وإشي، ولكن في تدمير، في تدمير كبير لاطفالنا. انا امبارح كنت حاطه جنازه الله يرحمه الشيخ نبيل البشتاوي على التلفزيون، ابو حسن، عبين ما رحت جبت الرومونت صار في منظر مخيف باليوتيوب. يا الله مخيف، يا الله، يعني إشي مش كيف. انا بدي اترك ابني حامل جوال صحيح. يطلع عليه عشان يحضر لعبه، شو في ما بعد اللعبه يا اخي. الله يجزاك خير، واتمنى الخير انه لكل اطفالنا وكل بلدنا يا اخي. شكرا شكرا، وبركه بكم مع هذا البرنامج. الله يبارك فيك. السلام عليكم. شكرا اخت منى قعدان، وتحدثت عن نقطه خطيره جدا بجوز ناس ما انتبهولهاش، دور الجدات مرات قد يكون دور مفسد للابناء للاسف الشديد، قد يكون في بعض منهم الحجات عشان الدليل بتخربوا له الولد، بتجيب له جهاز ولا حدا سائل. نروح للاستاذ صبح الزعرور من الخليل. استاذ صبحي السلام عليكم. عليكم السلام، يعطيك العافيه دكتور خليل. اياك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ما شاء الله عليكم وما شاء الله على هذه الاذاعه الرائعه، ومواضيع مفيده، مواضيع بناء، ان شاء الله تعالى انه الكل يا رب يستفيد منها، والكل يبحث عن بدائل للأوضاع السيئة اللي احنا بنعيش فيها. يا رب يا رب. هذا المشكلة يا دكتور، يعني عدم وجود القدوة الصالحة أمام الطفل، الأب والأم مشغولين بهذا الجهاز للأسف، والطفل عماله براقب. إذن شيء طبيعي أنه الطفل عنده حب استطلاع ويقلد الأم صح. ويقلد الأب وينشغل بهذا الجهاز صح. ايضا الام والاب ما بيبحثوا عن بدائل لاشغال طفلهم، يعني مثلا ان انا يمكن ان افتح له مسجل صغير يستمع للقران، انا كمان لما استمع واحيط المسجل او الراديو عبر اضاءه القران الكريم، عبر اغاني دينيه،
يمكن ان انا الفت نظر الطفل لمثل هذه الاغاني الدينيه، لا صوت القران. الطفل بالتعويد، يعني هو متعود على شيء بمارسه. صح. ايضا في يعني مثلا على سبيل المثال احنا واحنا صغار كنا نلعب العاب، وكانوا اهالينا يعطونا العاب يمكن ان نستفيد منها، حتى انه كانوا زي ما كانوا يحذرونا حذريه، الحذريه فيها عبره، وفيها يحذرونا عن النبي يوسف عليه السلام، يحذرونا. فيعني هذا النوع من انواع التسليه للطفل، الالغاز والاسئله اللي بتثير فضوله وبتبني عنده كمان الذكاء المتعدد عند الطفل. نعم، بيصير الطفل يعني عنده حب اشتياق انه يسال. هذه الاسئله نوع من انه تحفيز الذهن والذاكره. صحيح. على انه يعمل شيء أفضل. مفيد لما بيكبر في المستقبل. وانا يعني انت ما تشغل الطفل بشيء يضره، اشغل الطفل بشيء مفيده. وكمان بكرر على القدوة الصالحة. أحسنت. وايضا يعني اتفق تماما مع الاخ اللي حكى قبلي. نعم. انه القدوة الصالحة الطفل بشوف امه وابوه عمالهم بيستعملوا هذا الجوال، ويعني انت ما تستعمل هذا. لانه في النهاية الطفل أمامه. الطفل قدامه قدوة، وفي النهاية قدوة يصير عنده فضول، الطفل بقلد. نعم، احسنت. لك من التحية دكتور. شكرا. شكرا استاذ صبحي، الله يجزيك خير. ما شاء الله عليكم، والله يوفقك يا رب. شكرا شكرا، الله يكرمك. استاذ صبحي زعرور من مدينة الخليل، شكرا على ما تفضلت به، لانه بصراحة الموضوع اللي حكى فيه موضوع جدا مهم. مرة تانية قد يعني بثير دائما المتصلين الكرام نقاط جدا حساسة. دور الجدات مرات في التدليل بدمر الأطفال، دور الجدات في بدلل مرات، دور الدلال الزائد مرات، الزهق عند الآباء نفسهم، غياب القدوة الفاعلة، عدم قدرة الآباء والأمهات على كيف يقدموا البدائل المناسبة والسليمة والسوية لأبنائهم، كيف يتعاملوا مع هذا الموضوع بالشكل الأمثل وأفضل. كمان كما تفضلتم يا إخواننا، أبنان يفعلون ما يرونه لا ما يسمعونه. في النهاية الابن يتعلم يعني يفعل ما يرى لا ما يسمعه، وهون قضية خطيرة جدا مرتبطة بشكل كبير جدا. خلينا نروح أنا وياكم على الفيسبوك وتعليقات الإخوة الكرام على الفيسبوك، لأن تعليقات جدا مهمة ومرتبطة كمان في موضوع حلقتنا. سوسن، الله مصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، ربي يحفظ هذه الإذاعة ويحفظك إن شاء الله أخت سوسن، والله يجزيهم خير رزان وغسان و مؤيد. يسعد صباحك دكتور محمد، يجب تربية الأولاد تربية إسلامية سليمة. وأنا بعتقد يا أخوي مؤيد أنه بدنا نربي الآباء على التربية الإسلامية. في بعض الأبيات الميات والله مهم عارفين إشي، وإذا بتفق معنا الأستاذ الدكتور محمد الملاح. هاي أحمد تقول صباحك خير ما شاء الله تبارك الله، يتقبل منكم. وعبير الله يكرمكم ويحفظكم وجزاكم الله خير. غسان بقول، غسان طاها بقول، لا شك أن السوشيال ميديا أصبحت من حياتنا اليومية بالرغم أننا نعاني منها وننتقدها، وخاصة لأطفالنا. وأنا برأيي لا نمنع أولادنا منها، بل أن نكشفهم عليها حتى لا يكونوا متفاجئين بوجودها، أيضا ألا يظهروا عليها من وراء ظهورنا ويستعملونها بطريقة سيئة، بل أن ندربهم ونعلمهم ما الفائدة من السوشيال ميديا وما هو الأفضل، ونحذرهم من مخاطرها ومساوئها. غدير بتقول أسعد الله صباحكم، الله يحفظكم ويجزيكم الله خير على هذا البرنامج. وماهر بقول الله يحفظكم، وبصراحة السيطرة على الأولاد صعب في هذا الزمان. رجاء جزاكم الله كل خير على هذا البرنامج. الحقيقة الوضع الحالي من أصعب الأوضاع، وهو إدمان الشاشات. الوضع يحتاج إلى مراقبة وبحاجة لترسيخ عقيدة لدى الأطفال. الأمر ليس بالسهل في ظل هذه الأجواء، بحاجة لتعب لحمايتهم من مخاطر هذه الشاشة، والله المستعان. وبالفعل إنه إحنا بحاجة لنشوف خطر الشاشات هاي. حور بتقول أرسلوهم إلى المساجد وهذا هو الحل. تيسير الله يكرمه بقول دكتور إملاء فراغ الأولاد بالجلوس مع الأولاد على الأقل ساعة يوميا، وهذا دور الآباء. وفايز السلام عليكم، الله يبارك فيكم وما تقدمه من برامج، نشكركم إن شاء الله بتلاقوا الحل لهذه المشكلة. وسيد جمال ما شاء الله كل يوم يعني بتعرف البيوت تحتاج أن يكون فيها التعليم للقرآن الكريم، وأن يكون في هناك ورد للقرآن الكريم. أرسلوا أبنائكم إلى المساجد وعلقوا قلوبهم في المنابر لعلهم يعني يتعلمون ويستوون. فاطمة، ترك الأبدان لساعات على الأجهزة بدون رقابة وبدون تحديد الوقت لهم جريمة بحق الأبناء تستوجب العقوبة. الحل الأمثل للأبناء منعهم قبل السن السابعة لمس الأجهزة، وبعدها لحد العاشر تحديد الوقت مع الرقابة. وبارك الله فيكم. أخونا دوبي عبد الرزاق، والله يجزيكم خير ويحفظكم
وفايز بقول صدقني يا دكتور ابني داخل دورة سباحة ودورة خيل ودورة قرآن كريم ورسم، وبروح على البيت بده التليفون يلعب ألعاب وبحاول معاه وبدوش. صباح أحمد أختنا من المغرب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، جزاكم الله خير على هذا البرنامج. للأسف ازداد الإدمان سواء مع كورونا لأن الكل صار مسجونا عبر السوشيال ميديا وداخل البيت، رأيت من يعطي أبنائهم من السن الأولى السنة الأولى من أعمارهم جوالات، أصبح يعانون من العنف والانطوائية، ومنهم من يسمح في واجباته الغذائية أن لم يذكر به، يعني بتصير جوال بدالها، عدا عن تمرير الإلحاد والإباحية عبر السوشيال ميديا والحلول المساجد لحفظ القرآن الكريم واللعب خارج البيت وتعويدهم على المماطعة والرياضة والألعاب الفكرية. احموا أطفالكم، أنقذوهم قبل فوات الأوان. صهيب انصراط، لتحموا أطفالكم اذهبوا عن التطبيقات، وإن شاء الله أنا كمان كما تفضل أخوي صهيب إن شاء الله حلقتنا القادمة راح تكون في هذا المجال، وسأستضيف حتى خبراء في هذا الموضوع حتى إن شاء الله نقدم لكم كمان مجموعة من الحلول. محمد أبو سنين، المهم أن نكون قدوة لهم، ويجب فتح مدارس لتعليم القرآن الكريم والسنة المطهرة تابع لوزارة التربية والتعليم في أقرب وقت، وجزاكم الله خيرا. أم علاء، الله يفرجها يا رب ويحفظ أبناتنا وشباب المسلمين ويبعد عنا الشر يا دكتور، وربنا يبعد عنا الشر عن كل أبنائنا وعنكم وعن كل مستمعينا ومستمعاتنا، لأن جد الموضوع ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين. خلينا نروح أنا وياكم ونحكي مع بعض بصراحة. شوف يا جماعة الخير، موضوع أنه نتعامل مع أولادنا إما بترك الأمر أنه على نتركهم على الأجهزة بالمطلق أو نمنعهم بالمطلق مش صح، يعني لا ترك الأولاد على الأجهزة الذكية صحيح ولا منعهم بالمطلق شيء صحيح، بدك تكون أنت تعمل موازنة. هو في عمر سنة وسنتين وثلاثة ما بلزمه الجهاز، عشان نكون عارفين هو الجهاز ما بلزمه بصراحة، ما بلزمه، هو بيحتاج بهاي الفترة إلى تطوير مهاراته اللغوية الذكائية البيئية الرياضية من خلال تفاعله مع البيئة الموجود فيها، فليس الجهاز هذا الذكي هو البديل، وليس السوشيال ميديا بما تحتوي من خطر هو البديل. ممكن يأخذ أشياء بسيطة جدا يحتاج العمر الطفل بهذا العمر إلى تراكيب الأشياء إلى ربط الأشياء إلى التلوين إلى فهم إلى تحليل، وهذه جزئية كثير جدا مهمة. طيب سؤال، لو سألنا حالنا إيش هي المخاطر الجسدية والذهنية لاستخدام الإنترنت لأطفالنا حتى نفهم شو يعني الخطر الممكن، يعني وهذا استكمال لما تفضلتم به جميعا أخواننا، استخدام المفرط لهذه الأجهزة وما يتعلق بها من أجهزة أخرى دائما تؤدي لأمراض، إصابة أبنائنا بأمراض تشنج في عضلات العنق والكتفين. هناك مؤتمرات طبية جديدة تتحدث أنه في أطفال أصبح عندهم يعني مشاكل في رقبتهم، غضاريف في أعمار صغيرة، وهذا كلام ما كان مرة، يعني كان بالعمر أعمار كبيرة يكون هذا الكلام. إذا يصاب الأطفال بالتشنج في عضلات العنق والكتفين، إصابة أوجاع أخرى في العضلات، تظهر أعراضها كلها من خلال الجلوس المطول والغير صحيح على هذه الأجهزة، تعرض للأسف الشديد وتعرض للوميض المتقطع الموجود في الرسوم المتحركة في هذه الألعاب الإلكترونية بشكل كبير، كمان مستويات عالية متباينة من الإضاءة يتسبب في حدوث نوبات من الصرع لدى الأطفال. أنا بتحدث عن دراسات، كمان أظهرت دراسة جديدة أن الهواتف الذكية التي تستخدم من خلال شبكة الإنترنت لوقت طويل يمكن أن تؤدي إلى التسبب بإجهاد العين وجفافها، كما يؤدي إلى إصابة بالصداع. الاستخدام المفرط لهذه التقنية وما يتعلق بها من أدوات ووسائل قد يصيب الأطفال بخمول جسدي يتمثل في أمراض عضوية كالإصابة بالسمنة وقلة الحركة الناجم عن قلة الحركة. الاستخدام المفرط لهذه الأجهزة الكرام من خلال التكنولوجيا الحديثة وقضاء أطفال ساعات طويلة أمام هذا الجهاز الحاسوب سواء كان أو الأجهزة الذكية، اللعب أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مشان يؤثر على نمو التفكير التخيلي عند الأطفال، ويكون ذلك للأسف في غاية الأهمية والخطورة خصوصا في سن الخامسة، فيؤدي إلى ضعف الطفل وقدراته وخصوصا قدراته النمائية والذهنية. الحلول إن شاء الله بدي إياكم تتابعونا في الحلقة القادمة في يوم الأربعاء، سنقدم لكم مجموعة من الحلول ومجموعة كمان من البدائل التي تساعدكم في التعامل مع الأبناء وحفظهم وحمايتهم. الله يجزيكم الخير جميعا ويحفظكم، ودعوني كمان في عجالة سريعة أقول ديروا بالكم على أولادكم، ديروا بالكم على أنفسكم، ديروا بالكم على حماية الأبناء خصوصا في ظل الجائحة التي اشتدت في هذه الأيام. تباعدوا، ضعوا القناع على الوجه، استخدموا المعقمات، لا تتقاربوا، تباعدوا يرحمكم الله ويحفظكم الله، وانتبهوا، خذوا الأمور بجدية مطلقة. ما نفقد من أحباء ومن كبار ومن علماء ومن عظماء والله الأمر محزن ومقلق ويعني جارح للقلب، فأرجو أن يعني يكونوا جميعا حريصين على هذا التباعد وأن نلتزم بكل إجراءات السلام العامة وأن نأخذ الأمور بجدية. وأرجوكم لا تطلعوا أن تنظروا الأمر بطريقة فيها استخفاف أو استهزاء أو ازدراء، لعلك بإستهزائك أو ازدرائك
تساهم في قتل عزيز أو حبيب على قلبك. اتق الله في نفسك واتق الله في من حولك، وانتبه في هذه القضية الخطيرة والحساسة. الله يحفظ شعبنا ويحفظ أبنائنا وشبابنا وأهلنا، وإن شاء الله تكون اللقاحات قريبة ويمكن أن نحفظ فيها ونحاول أن نحصن فيها الناس يا رب العالمين. الله يحماكم جميعا ويبارك فيكم، خصوصا إخوتي الكرام الذين اتصلوا. أعتذر على كم الاتصالات التي لم أستطع أن أخذها، لأنه تعرف الوقت بدي أقسمه، أستمع لكم وأسمع لإخوانا كمان فيسبوك، وأسمع وأحاول أن أقدم لكم مجموعة للحلول وألخص، فأعتذر دائما منكم. ولكن شاكر لكل إخوة والأخوات الذين دائما يتصلون، شاكر لكل إخوة والأخوات الذين دائما يعلقون على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة القرآن الكريم، أو حتى الذين يشيرون هذه الحلقة لأكبر عدد ممكن، وشاكر لمن يدعو لنا في ظهر الغيب. الله يجزيكم الخير جميعا ويبارك في أعماركم، والشكر موصول لمخرج هذا البرنامج والذي يساهم دائما في تقديم هذه الصورة الجميلة الرائعة الراقية، وفي هندسته الإذاعية المتميزة والمراقبة الجميلة والمتابعة الدكتور محمد الملاح، وفي الإعداد الأستاذ أريج عمران. ولكم خالص الحب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.